تهديد انا الخبره اللي كنت كنتسناها هي شتا باش السيد الوكيل العام الله يجزيه بخير والنيابه العامه تدخل ليا في هذا الملف ديالي حتى ما غادي تطيح شي روح ولا شي حاجه. والسيده اللي مكرصه ليا اللي صيفطات ليا بنتي كدور ليا في الزنقه وتضحك عليا من الشرج معايا ما تابعها ما والو دير لها مصريحه كي بحال الشاهده. الشاهد ملي كنجيبوه راه ما كنديروش معاه المحاضر هادي راه عندها محاضر مع الدريه عندها محاضر واعترافات وكتقدم هادي كلشي كتقدمها هي كتقدمها استاذه لمياء بن سلامه هادي هادي استاذه لمياء بن سلامه وكيله جزيره الملك كنحييها تحيه لهاد السيده هادي هادي اللي كتكون على تواصل مع الضابطه القضائيه كتقول لهم جيبوا لي هاد السيده هادي ملي كيجيبوها ما كتكونش هاد السيده هاد السيده وكيله جزيره الملك لمياء بن سلامه ما كتكونش داك النهار التقديم تقولي كتكون وكيله اخرى ما غنذكرش الاسم ديالها كافسين كاينه محكمه السير اختصاصيه في حوادث السير عندها علاقه مع ام المتهم انا كنتهمها عندها علاقه ام المتهم كتقول لك انا عندي اللي غادي يخرجوا ملي كتشدها كتطلع الخبره هي وبنتي كتطلعها وكتدخلوا عند قاضي كدير واحد الخطه مو في بركه الخبره كتخبى كيقولوا المحامين ورونا الخبره ما كنشوفوهاش من لحد الان الخبره ما كنشوفوهاش والسيده ما كتتابعش حتى كنتفاجئ بان السيده حاطها ليا في المحكمه كمصرحه ماشي مغرره بالدريه دير لها مصرحه كبحال الشاهده وهي عندها علاقه بالدريه ونقرا على خوتي المغاربه وعلى الناس اللي باقيين كيتيقوا في الجيران نقرا على خوتي هذه راه محضر عندها قانوني كتنفي بان غرات لي الدريه ديالي ولكن كانت على تواصل على اتصال معها رغم معرفتها بهروب القاصر من منزلها وقد تم احاله الملف الهاتف النقال الى مختبر الشرطه العلميه للامن الوطني تفضلوا بالاطلاع على النتيجه طيب هادشي كلشي عند قاضي التحقيق ما جبدوش لينا بقى مخبيه فين دابا كاين كما تجدر الاشاره الى ان الهاتف النقال احيل على مكتب ضبط هذه النيابه العامه في الاخير كنتفاجئ بان السيده داير ليها مصرحه واش هذا ظلم واش هذا حق هادشي اللي بغينا نعرفو حنا السيده إذن مشاهدين ومتتبعين قناة صوت العدالة أهلا وسهلا في موضوع يعني نديرو التتبع ديال واحد الموضوع قديم بغينا نجددوه لأن ما تخادش فيه النصيب ديال الحق ديال هاد السيد سي حسن اللي عنده واحد البنيته من يعني 13 سنة مراهقة 13 سنة اش بغيتو يكون عندها اش من عقل غادي يكون عندها انها تلعبات مع واحد الصديقة ديالها في الدراسة يعني زميلة ديالها في المدرسة تلعبات بها وقالت لها ودي واحد السيد مع واحد السيد راه هضر لي عليك وهادي نجبدو شي تصاور سيري ديري شي تصاور ونديوهم له راه هكا راه غادي راه عجبتي وغادي يعجبك وراه يتهلا فيك يعني قامت هاد الزميلة ديالها بالتغرير بها والمساعده ديال واحد السيده اللي عندها 26 سنه شنو هو الهدف ديال هاد الشبكه لان ربما عندهم اطلاع وعندهم يد في اخراج التلميذات الى الفساد الى الطريق الغير صحيح الطريق الغير الحق فهاد البنيته هادي يعني تم تغرير بها وتهديد بدوك الصور داك السيد اللي عنده 26 سنه بدا تيهددها وبدا تيقول ليها الا ما جيتيش راه غادي نطلق التصاور وبدا تيبتزها بالمعنى الصحيح شنو وقع ان البنت خافت من العائله ديالها ومن الاسره من الاسره ديالها بالطبع الاب ديالها فبدات تتمتاتل لهاد السيد اللي عنده 26 سنه بدات مره تتخرج معاه اشنو وقع لان واحد المره جات قالت للبابا ودي موقع ليا راه داك السيد تكرفص عليا وما دار ليا الاب ديالها خداها لواحد الطبيبه اللي مع الاسف ما دارتش خدمتها مع الاسف انها قال لك ما عندهاش ماتيريال ما عندهاش ادوات او الات الفحص ديال هاد المراهقه فما بغاتش تغصبها وما بغاتش يعني تقصح عليها يعني تقلبها بالمعنى الصحيح تقلبها مزيان فقالت للاب ديالها بان راه ما فيها والو من بعد الاب ديالها قدم شكايه للامن هادشي اللي كاين سيدي ربما تصحح تفضل الاب ديالها
نصحح لك اسمع. تفضل مرحبا. نصحح لك انا عندي هاد الشكايه ديال 2020 2020. نعم قرب شويه. هادي عندي شكايه ديال 2020. نعم. أنا 2020 هاد الشكايه هادي بواحد الشبكه. نعم. تيهدوا لي بنتي بتغرير الصور. نعم. العداله دارت واحد دارت النصيب ديالها، كاين اللي تعتقل كاين اللي ما تعتقلش. المشكل ديالي اللي كنوقع فيه انا هو هاد المشكل ديال السيد اللي اغتصب لي الدريه ديالي. هذا ولد الجيران ديالنا، عنده صوابق عدليه، ماشي سابقه وحده، عنده صوابق كثيره، ماشي وحده ماشي جوج ماشي ثلاثه، في الضرب والجرح في تجاره مخدرات. فاش ما كان هذا السيد عنده مو كيتعنب مو كاتبه الضبط سابقه متقاعده، هي هو وهذا السيده اللي مقابله معايا. هاد السيده ما غنذكرش الكنيه ديالها، كتسمى بالانتصار. نعم. جارتنا عندها 26 عام، ملي كتشوف الدريه طايحه بداك المشكل، لانني تواصلت مع صوت العداله. نعم. تواصلت معاهم. نعم. هاد السيده هادي كتقول لها غادي نهربك وغادي نديك لسله. نهار كيوقع المشكل لبنتي وكيدخلها هو، كتقول لها غادي يهربك في الطوموبيل، كتمشي عنده كيهددها بالمورس، كيتكرفس عليها وكيلوح عليها في منطقه الشبانات، وكتواصل مع هاد المغرره والمحرضه، كتقول لها فين كاينه انتيا، كتقول لها انا كاينه في باب الحجي عندي، الدريه كتوه ليا. اما بقاش الثقه اخوتي المغاربه، ما بقاش الثقه في الجوره، ما كاينش الجوره ديال السيده اللي كتغرر بها. هاد السيده اللي غررت بها قالت لها ماشي انت اللي هذه عندها 27 سنه. نعم. انا اللي بغيت نخوتي نقول لخوتي المغاربه. نعم. حنا ما كنفقدوش الثقه في العداله. نعم. العداله على راسنا، على راسنا وعينينا، غير هو يشوفوا بحق الضعيف. نعم. راه ما كايناش الجوره، راه الجوره تفقدات. هاد السيده هذه كيغوتوا عليها البوليس. لانني تواصلت مع صوت العداله وقلتها ليه، وكيقول لي المحامين يجيبوا لك، المحامين يجيبوا لك. ولكن كاين واحد التقاعس. واحد التقاعس من واحد الشخص، انا ما غنذكرش الاسم ديالو دابا. ولكن هاد السيده هادي كيبحثوا معاها البوليس. كيبحثوا معاها البوليس وكيحيدوا لها التليفون ديالو. هاد السيده سميتها انتصار، بنت جارتي، الباب على الباب، كتكمي مدخنه المخدرات، كياخذوا لها التليفون، تقول لها واش هاد الدريه اتصلت بك؟ كتقول لهم اتصلت بيا وقالت لي راني بايت عنده، وراه دار لي وتكرفس عليا وفعل لي وكل شيء. كياخذوا لها التليفون ديالها. اذا السؤال ديالي واش عندك ما يفيد بان السيد هو اللي اغتصب البنت؟ هاد السيد بايت عنده الدريه. اذا بايت عنده الدريه، منين خرجت من هنا قالت لها الاخرى غادي نهربك، غادي نديك لسله عند صحاباتي، راه ماشي انت الاول اللي وقع لك هذا الشيء. انت نهربك واحد السيمانه ولا واحد 10 ايام تيبرد عليك الطرح، وشكون اللي غيديك؟ غيديك هو، لان بنتي قالت لك الاخرين كانوا كيهدوني، ولكن الواحد اللي تكرفس عليا هو هذا. هذا انتصار، وهذا انصار، هادو جوران بجاج. هاد السيده اللي تنقول لكم مغرره كتعترف بهذا السيد بان عندها تواصل مع هذا السيد هذا. وبغيت خوتي المغاربه يفهموا ويشوفوا واحد الحاجه، وسمحوا لي المغاربه خوتي. النوعيه ديال هاد الصور، واش صور ولا فيديوهات؟ صور ديال الدريه ما لابسه حتى شي حاجه. الدريه ما لابسه حتى شي حاجه. انا هاد السيده ملي كياخذوا لها التليفون ديالها، فوقاش خداو لها؟ خداو لها في شهر 9 ديال 2020. سمعوا المغاربه، راه واخا كنقولوا حنا القضاء، حنا باقي دايرين الثقه في الثقه. وهذه رساله، هذه رساله كنوجهها، راه ماشي تحدي، ماشي تحدي، مع احتراماتي للسيد الوكيل العام، المحكمة تستينا بالرباط. أنا ما كنتهم حتى شي واحد بالرشوة، راه ما كنعش، راه ما حدي كنشوف أنا الناس كدور حدايا، راه ما كنعش وكنتهدد، هاد القاضي التحقيق ديال محكمة الاستئناف، أنا كنزيد نأكد عليه، ما كنهد، ما كنتهموش بأنه خد الرشوة، ولكن عنده يد في هاد الملف ديال بنتي، عنده يد. هاد السيد هذا نهار 16 في شهر 2 ديال 2021 كتجي هاد الخبره هادي، هاد الخبره هادي كتجي. اسمع سيدي حسن الداكي الله يجازيك بخير، هاي الخبره، هاد الخبره علاش ما نطلعوش عليها حنا؟ علاش اللي ما يتابعش ليا هاد السيد هذا اللي سميتها انتصار، اللي عندها 26 سنه، علاش تغرر ليا بنتي وتخرج ليا عليها؟ ونقرا عليك السيد الداكي، واسمحوا لي اخوتي المغاربه، هاد السيدة هادي كانت متابعة في حالة صراح، ها هي للشرف، ومن هذا المنبر هذا، من هذا المنبر كنحيي الضابط، من هذا المنبر هذا، الضابط أول باشا ديال الدائرة العاشرة اللي بقى واقف على هذا الملف هذا، وكنحيي وكيلة جلالة الملك بمحكمة الاستئناف، هالاسم ديالها كاينة لمياء بن سلامة، تحياتي ليها على العمل اللي كتقوم به،
حنا ما كنعموش الفساد على العداله كامله، ولكن كاين الفاسدين في اي ميدان، كاين الفاسد. هاد لمياء بن سلامه كنحييها، هي اللي كانت تبقى على تواصل مع الضابطه القضائيه. ما كتجي الخبره كيقدموها نهار 16 جوج 2021، كتدخل وحده، انا كنتحمل مسؤوليتي، كتدخل وحده عند وكيله جلاله الملك. هاد لمياء بن سلامه مع تحياتي ليها ما كتكونش نهار التقديم، كتكون وحده. وسمع السيد داك الله يجازيك هادشي، انا نتعتقل نمشي للحبس على بنتي، نمشي للحبس لانني مظلوم، انا ما نسكتش على حكايه، ما كنعش. هاد الوكيله جلاله الملك الله ينصرو ما عندها الصفه تتسب بنتي وتتعرق ليها، ونجيب لك بنتي السي السي حسن الذكي الله يجزيك، نجيب لك بنتي وتقول لك هاد السيده، هاد السيده هي اللي عندها علاقه بالملف ديالي، ترقد لي هاد الملف ديالي، خرجت عليا هاد السيده هادي. هاد السيده وكيله جلاله الملك كافسين، عندها بيام اختصاصيه، قال لي المحامي ديالي هاد السيده اختصاصيه في حوادث السير، وعندها علاقه مع السيده مثل المغتصب، كاتبه الضبط هي كانت في تماره في حوادث السير. انا نمشي للحبس. واخا خويا باش نرجعوا للموضوع، كتجي هاد الخبره البنت شحال في العمر؟ العمر ديالها اليوم دابا وصلت 14 عام ونص. يلا عندها 14 14 عام ونص اللي وصل، زايده في 2006 اللي مختصبه، اللي مختصبه عنده 30 سنه. وعندك ما يفيد بهذا؟ عندي من عند محلف، عندي طبيب محلف يا خوتي المغاربه، بانه هو اللي تكربص عليها هاد السيد. نهار لو 15 نهار 15 راه ما كيتنساش ليا، 15 شهر 8 كتمشي عنده كيتكرفس عليها، كيقول لها غنهربك هو وديك هو وهذا الانتصار. انا بغيت نعلم ان حاجه تم وحده، تم الاعتقال ديالو، تم الاعتقال ديالو، تم شهور في الاعتقال، تم شهور، تم البحث معه، تم شهور هو في الاعتقال، تم شهور. علاش تلقوا هاد السيد هذا؟ هاد قاضي التحقيق ديال الغرفه 6 زينحه، نمشي للحبس انايا مع احتراماتي ليه. انا ما كنتهموش بالرشوه، ما كنتهموش، انا حاجه انا غير حقي بغيتو. هاد السيد كيدير لي عدم المتابعه، ملي كنجيو نشوفو كنلقاو السيد خارج كيدور في الزنقه، راه باقي لدابا. ولكن كنحيي من هاد المنبر هذا، كنحيي النيابه العامه ديال غرفه المشوره اللي كتستانف هاد القرار، وكتتابع هاد المجرم، هاد البيدوفيل اللي تكرفص لي على بنتي، راه ما كنعش، كتابعو من جديد بهاتك عرض قاصر بالعنف وتيحيلوه. ما كيحضرش هاد السيد هذا دابا، كيجيو ليه استدعاءات، مو عندها املاك وعنده عنوان ديال الدار. هاد السيد هذا عاد غنرجع لهاديك الانتصار، هذيك بوحدها، هذيك راه كنشوفهم، كنشوف العافيه جارتك وكتشوف كتقلب على بنتك وما تجيش تعلمك اشنو دارت هاد السيد. هاد السيد هذا مو كاريه جوج ديال ليطاج، ثلاثه ديال ليطاج اللي كاريه في حي الخير، تيجي المبلغ هي كاينه في كاتريام ايطاج، تتقول الكره يقول لهم ما كايناش، تيسولهم المبلغ تيقول لهم واش السيده كاينه، كتقول لي لا ما كتجيش، قليل فاش كتجي للدار هادي، وهي راه كاينه كنطلع عليها من الشرجم، تطلع على بنتي وكيطلع عليها، ما بغاش تهبط عنده. وفي الاخير كتكلف النيابه العامه، انا مع احتراماتي النيابه العامه، اخر جلسه كندوزو نهار 14 بمحكمه استئناف مع 9 ديال الصباح في محكمه استئناف، كندوزو وعندنا قرار بان النيابه العامه هي اللي غتكلف به، كيديروا لنا التبليغ لهذا الشخص هذا، هذا الشخص هذا بلغوه عاوتاني، ولكن النيابه العامه تكلفات باش غادي ملي كنسول المحامي تيقول لي تقاعس النيابه العامه، النيابه العامه باقي ما دارتش خدمتها، حنا غنشوفو كي غادي نجيبو. ملي كنجي كنلقى السيد كرسي، وكرسي المغاربه خوتي، ومكرفش لك على بنتك ودير كرسي، ومو عندها علاقه مع المخزن، في المخزن ما نذكرش الاسم ديالها، ما نذكرش الاسم، لان هاد السيده هادي كما تنقولوا حنا متمرنه في القضاء، عارفه التبليغ وعارفه التنفيذ، ملي كتشوف المنفذ جاي كتخبى، وهي ساكنه في هذا الحي. هذاك القاضي التحقيق اللي خرجوا، باش خرجوا بنفس العنوان اللي كاين فيه، ما كنعرف حتى شي عنوان، العنوان الا كانت النيابه العامه غتكلف به والتكليف تاع التقليات، كيدير كرسي تيخرج للزنقه هنا، واش نمشي نقتلو؟ اسمع السيد الذكي، واش نمشي نقتل هذا السيد هذا؟ ومن هذا المنبر هذا، من هذا المنبر انا كنبغي تفتح تحقيق شفاف مع تحياتي النيابه العامه وغرفه المشوره اللي كنحييها، اللي حيات فيا الامل من جديد باش نعتقل هذا السيد هذا، وان شاء الله غيتعتقل، غيتعتقل هذا السيد. ولكن انا حاجه وحده، كاين توصيات الان جديده، وكاين هادشي اللي كنتمناو، هادشي تبتلو، حنا راه ماشي فنانين ماشي مغنيين، ولكن خصنا تعطانا حقنا، انا مواطن، انا ماشي مغني غيخرجوني من الدار
انا لا انا ما يعطوني كريمه ما يعطوني خبز انا عايش الكرامه الشرف ديالي ما يضيعش مع تحياتي للمغاربه خوتي تحملوني تحملوني الا كانت هذه ما عندهاش المتابعه انا نمشي للحبس يا ما كانت هاد السيده عندها المتابعه بخبره ها هي الخبره ها هي هدف هذه كتقول لهم بانني هذا الانتصار هذه كتقول لهم انا هذا الانتصار هذه كتقول لهم انا ما غررتش بالدريه ما قلتش لها ديك السله ها هي مع تاكيدها هاد السيده كتاكد بان على معرفه بالمسمى انصار وبما بيت القصير عنده سمعت سي الذكي الله يجازيك السي الحسن الذكي بما بيت القصير عنده على معرفة بالمسمى أنصار وبما بيت القصير عنده وأنها ضلت ها هما ضلت على اتصال معها رغم معرفتها بهروب القصير من منزلها وقد تم إحالة التليفون ديالها هواوي على الشرطة العلمية أو وتفضلوا بالاطلاع على نتيجة طيه هذا الشيء كل شيء خدا قاضي التحقيق هذا الشيء كل شيء ودابا راكي عند النيابة العامة ديال مكتب الضبط ونزيد ننور المغاربة هذه راه كانت تشوفني كنقلب على ولد على بنتي كنبكي على بنتي في 2020 في شهر 8 وما بغاش تقول لي شاده فمك كتصل بها اتصلت بها ملي كانت في الدار البيضاء اتصلت بها ملي كانت في الشبانات هي على علاقة مع بنتي وكنزيد ناكد للمغاربة راه فمنا ما بقاش هاد السيده اللي كنقول لكم مغرره سميتها انتصار ما نعطيتش الكنيه ديالها ها هي عاوتاني كتقول لتنوير العداله تم اجراء مواجهه اسمع سيدي حسن الذكي انا نعتقل على ولادي وعلى شرفي انا نعتقل على شرفي وعلى بنتي نعتقل عليها لان ما كبرتش في الفساد كبرنا في الحاله الحمد لله هاد السيده كتدي تنوير العداله تم اجراء مواجهه بين القاصر وبين المسمات انتصار اكدت هذه الاخيره أنها على علم بما بيت القاصر بمنزل أنصار وأنها اتصلت بها لتخبرها بتواجدها بالشبانات وأنها سمعان الغرب هذه جارتي وأنها على أنها رغم علمها بهروب القاصر من منزلها وبحث والدها عليها عنها فقد ظلت تتواصل معها هاتفيا وهي رقم الشكاية رقم التليفون ديالها وهادشي راه كلشي خبا عليا قاضي التحقيق ورجع عليا كشاهده كمستمعه ان هاد السيد دعيت الله سبحانه ومن هاد المنبر كنبغي ياخذ لي حقي انا نتعتق انا ما كنتهموش بالرشوه وكنتهم وحده كنقول لكم كافسين السيد الوكيل علاش كنحيي هاد السيده علاش هاد السيده ديال الوكيل جلاله الملك لامياء بن سلمى اللي تحياتي ليها واحتراماتي ليها كانت قايمه باللازم ولكن كافسين وكيلة جلالة الملك اللي كانت نهار 16 في شهر جوج اما يكون عقاب لهاد السيد هذا لهاد القاضي التحقيق اما يكون عقاب اما نتعاقب انا يا كان تقاعس ديال المحامي ما غنذكرش الاسم ديالو تقاعس ديال الدفاع ديالي انا كيتقاعسوا مع داك القاضي التحقيق وخايفين منه اقسم لكم بالله خوتي المغاربه الى المحامي المحاميه ديالي شخصيا كتقول لي خرج للاعلام خرج للاعلام وهضر على حقك وذكره بالاسم هذه استاذه مع تحياتي ليها ودايره معايا جميع الطرق كتجري معايا خرج للاعلام ونعطي للاعلام الاسم ديالها ونمشيو عندها للمكتب ديالها استاذه حفيظه المقصاوي مع تحياتي ليها خرج للاعلام دوسي راه ملعوب فيه عندك هاد قاضي التحقيق ووكيله جلالة واش واحد السيده كتضحك عليك واحد داير كرسي تهدد فيا واش بغيتو نمشي نقتلو ها هو غرفة المشوار تابعاته ها النيابة العامة كتبغى تجيبو ما بغاوش يجيبو انا من هذا المنبر رسالة للسي الذكي الله يجازيك حنا راه ماشي مغنيين ماشي مطربين ماشي مشهورين غيخرجونا من الدار حنا عايشين بيت عندنا فيه 4 متر شرفنا شي نصبرو على ماكلتنا ما ناكلوش نصبرو على حقنا بزاف د الحوايج ما كاين حتى شي مشكل نصبرو على كل شيء حتى شرفي وشرف بنتي راه ما نسكتش عليه هادشي اللي كنطلب ونزيد ننور السي الذكي الله يجازيك بخير راه عندك قاضي غرفه 6 راه ما تابعش ليا السيده هادي ها هو عندي كلشي كلشي عندي هالخبره ها هي ها النوع ديالها ها النوع ديالها اخوتي المغاربه ها هو ها هو كاينه شركه اتصالات المغرب كاينه اش يقولوا هي انوي كاينه اورانج هادو كلهم كاينين يشوفهم خوتي المغاربه شدها وخباها ليا يا كان هو فوق السلطه حنا عندنا سيدنا حنا قلنا لك قدام ما ترجعش للور
وانا نتعتقد ماشي الحبس ياك انا السيد مدرمش. الان اسمح لي ان نتكلم شويه على البنت القاصر لانها كتهمنا الصحه ديالها. شنو فين وصلات مسكين؟ هذيك الروح ديالي نفسي. الروح ديالي. البنت شنو دابا؟ شنو بنتي بنتي عايشه واحد ما بقاش كتقرا. ما بقاش كتقرا لي الدري صافي خرجها. انا شكون اللي كيقول لك الانسان اش عنده؟ عنده الله سبحانه عنده وليداته. الله وليداته. بلادو ولا ولادو؟ وليداتي هما اللي عندي ثلاثه الوليدات اللي كيعرفوني الناس. كيقول لك الدري راه ما كما كنقولوا حنا تيقول لك الدري الدري عندها شواهد مدرسيه اقصى كنتحداهم ونتحداه قاضي التحقيق ديال الغرفه السته نتحداه ماشي نتحدى العداله انايا العداله فوق راسنا العداله والاحكام فوق راسنا نتحداه الى عنده شي شهاده بان بنتي ما كتقراش يجبدها ليا هما الشواهد من القسم الابتدائي من القسم الابتدائي ما كتبد ديما ناجحه ديما ناجحه توصلت ها شواهد ها الغيابات ها الوراق ديال ها شواهد مدرسيه انا جوج حوايج اللي بغيتهم من القاضي من السيد الذكي ومن السيد النيابه رئيس النيابه العام ما قلتش الوراق عندهم ها ما سميتهم اذا الاسره ديال هذا المعتدي او المغتصب ما حاولوش يتواصلوا معاك ومثلا يرضيكم يتكلموا على الزواج واش لا ما واش مثلا واخا يبغيو انا ما نبغيش اش غنبغي مع غنتناسب انايا بنتي باقا صغيره باقي عندها الامل قدام الامل وتنعطى لواحد كما تنقولوا حنا سبع عباس حياته كلها مدوزه حبس بنتي تعيش الحمد لله تعيش ما حد متحملها انا نتقبلها انا حاجه وحده رساله وحده نقولها للمغاربه راه اللي عنده شي وليدات يفكر ليهم ويراعي لهم انا الا كنت كنتحمل المسؤوليه نتحملها مرحبا الا خليت واحد الطرف من المسؤوليه اما انا واكل شارب كلشي ولكن الهاتف النقال هو اللي دار لبنتي هادشي كلشي والجرار ما بقاتش الجرار ما بقاتش انا قلت لكم دابا الخيب كنقول لكم انا هذا نتيجه المعطيات الهاتفيه ديال السيده جارتك هذه جارتك وعندها كتصل بها انت كتشوف كتقلب على بنتك وهي كتواصل معها باش تقول لك وكتشوف رجال الامن تيقلبوا عليها وتيجي قاضي التحقيق وتيدير لي بان تيدير لك مستمعه شاهده وتيجي باقي حطها لي في محكمه الاستئناف باش يتابع انا من هذا المنبر ونزيد نخبر السيد الذكي الله يجازيه بخير من هذا المنبر انا راه بغيت غير حقي غير حقي غير يعتقلوا هذا السيد راه غنقتلو راه غنقتلو الا ما شدوش لي حقي راه كيهددني راه كيهددني راه كاين امو هذا قاضي التحقيق اللي طلقوا ويجيبوا يحضروا كما قالت النيابه العامه غتحضروا راه كيدير كرسي تيجلس هنا ونزيد نخبر النيابه العامه ليله سوداء دازت عليا ليله سوداء لان ملف كما تنقولوا حنا تلاعبوا به تيقول لي من الاول من الخيمه طلعت عوجه من عند البوليس انا مع تحياتي الرجال الشرطه كاين نزاع على راسهم الضابط والباشا كنحييه دار اللازم اللي عليه وكاين الضباط البوليس الفاسدين وكاين الضباط اللي الله يجازيهم بخير نهار 10 في شهر 1 2001 2022 في هذا الشهر العام اللي هذا الشهر اللي فيه ما نعشش هاد السيده ما كيتابعهاش قضية التحقيق وتيعطي لواحد الاشخاص البراءه وتيعطيها حتى هي البراءه في المحكمه ليله سوداء عندي الا كان شي تواطؤ ديال شي محامي معايا انا ما غنذكروش دابا انا ما غنذكروش تواطؤ ديال واحد الاستاذ غنبقى حتى غنجيبو كاينه شي ريحه انا قالوا لي كاينه شي ريحه كتخرج بالبراءه هاد السيده هادي رغم تواصلها مع بنتي ليله سوداء مع احتراماتي للقضاء مع احتراماتي للهيئه كامله ملي كتريح مع استاذ وتيعاود لك بان كاين الرشان اقسم بالله اخوتي المغاربه الا كيعاود لي السيد قال لي الرشان تال 9 الليل في محكمه الاستئناف مع تحيات العمل اللي كيديروه تهديد بنشر صور وتيهدوا لي الدريه انا يخرجوا انا ما كاين حتى شي مشكل انا عندي دوزوا واحد المده ديال العقوبه ديالهم مع احتراماتي لهم خرجوا ولكن مغرره ما كتحضرش في الجلسه ما كتحضرش في الجلسه هذه المغرره هذه اقسم بالله ما كتحضرش دوز عليا في الزنقه تيحكموا عليهم بالبراءه شنو كدير في العمل ديالها ما عندها عمل لا عمل لها ما عندهاش العمل السيده هذه مدخنه للمخدرات مدخن هذه جارتي على الباب جارتي انا كنبغي نوصل رساله للسيد الذكي الناس اللي كنقولوا حنا كيخدموا في القضاء على راسنا وعينينا كنتحملوهم هذه رساله للسيد النبوي حتى هو يوقف معايا في هذا الملف ديالي
الا كنت ظهرت في قنوات اخرين وسمحوا لي اخوتي المغاربه ظهرت في الاعلام بزاف يهزوني يتحملوني. راه الا ما جيناش الا ما جيتش انا نهضر على بنتي وواحد اخر يهضر على بنته راه غنتظلموا في هذه البلاد هذا. وكنشكر صوت العداله كنشكر وكنشكر استاذ ايت الشيخ اسماعيل ايت الشيخ وكندخل نشكر هذا ديال المرصد الوطني وكنشكر استاذ نودي لي الله تعيين دابا باش غادي يوقف معايا في الجلسات ديال ما تقيش ولدي وكنشكر الاستاذه حفيظه المقصاوي وكنشكر حتى الاستاذ حاتم غريب توا في هذا المرفاده ولكن راه كاين واحد التلاعب اللي ما يتصورش وانا عندي شك عندي شك ما كنتهم حتى شي واحد وانا عندي وكيله جلاله الملك في ديك المحكمه راه ماشي كنتهم كاملين ما كنتهمهمش انايا مع احتراماتي ليهم كاينه وحده عندها كابسين هاد السيده نهار دو جابوا الخبره ما تابعاش ليا السيده ها الخبره انا من غدا من غدا ان شاء الله انا ما نبقاش خدام الا قلت لي السيد دا كيجي نجيبوه نجيبوه نمشي نهضر على حقي ونهضر على وليداتي نهضر على حقي راه كنتهدد راه كنتهدد راه كنتهدد من طرف هاد البيدوفيل راه الا ما شدوتيش ليا راه اما غادي يقتلني اما غادي نقتلو وهاد المهدده علاش اللي ما تابعهاش ليا قضيه التحقيق علاش واش ما عندوش الاولاد ما عندوش الكبده انا راه نصبر في حقي واحد اخر بحي الخير راه صابر في حقه تغصاص بيات ليه بنتو تكرفتو على بنتو سكت انا ما نسكتش انا ما كنعش ما كنعش اخوتي المغاربه اقسم بالله ما كنعش ونزيد نور الراي العام نزيد نور الراي العام خوتي المغاربه نور الراي العام ياك هذه هي الخبره اللي قدمتنا بها الاستاذه لميا بن سلامه بتحياتي لها واحتراماتي لها واحتراماتي للضابط الباشا ورقم الشكايه هي 2020 14 تسعود 3103 على 94 3103 على 94 2020 عقل على السيد داك الله يجازيك بخير نزيد نخبر هاد الشخص هذا السيد داك الله يجازيك بخير هاد الشخص هذا من غير المهدد اللي اغتصب لي بنتي اللي تكرفص لي على بنتي من غيره هذا شخص سميتو وليد ما نذكرش الكنيه ديالو ها المسطره ديالو 377 باش داز ما دوزوش ديال محكمه الاستئناف خذا البراءه في المحكمه الابتدائيه خذا البراءه وشنو المنتيب ديالو المنتيب ديالو تيهدد ليا بنتي في التليفون ديت لهم الوثائق ديت لهم سيديه سكران تيقول لها خرجي عندي خرجي عندي فين كاينه انتيا واش كاينه انتيا في الشبانات واش كاينه انتيا هنا ديت لهم اوراق فيهم الفيديوهات وفيهم كلشي الشبانات معنا فين لحال يا سيدي تكرفص لي على بنتي منين تكرفص عليها هذا المغتصب لا حاليا في الشبانات هذا 377 هذا دوزوه ليا في المحكمه الابتدائيه في الاخر تيعطيو البراءه ولكن استانت ما غاتسكتش على حقي كاين واحد اخر عند هاد القضيه التحقيق كاين واحد اخر الرشوه دايره السيد داكي الرشوه دايره انا ملي غنسكت تنعيا انا نمشي للحبس نموت في الحبس انا على ولادي كاين الرشوه في محكمه الاستئناف 446 هذا سميتو اشرف هذا سميتو اشرف 446 شنو التهمه هذا التهديد والضرب هذا كان تيهدد ليا بنتي في التليفون دخينا هذا شد الملف ديالو حفظو ما بقاش يوريه ليا كنمشي نسول عليه كيجريو عليا البوليس دير البدايه ديال المشكل هو هما دوك الصوار هما الصوار انا ما كنتهمش دوك الناس كرتو ليا على بنتي عطاو الصوار كاملين بغاو يستغلوها بغاو يستغلوها صدق كيستغلها ليا مجرم مجرم ذو سوابق عدليه استغلها بالمباشر وبالعدله وبالفضيحه بالفضيحه والاخرين الاخرين تيهدوها جابوها ليه جابوها ليه ولاو تيهدوه هو قال لهم انا هو انا 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 هو صعصع فهاد حي الخير انا هو صعصع الى عندهم غير وثيقه بان بنتي ما كتقراش نمشي للحبس المهم مديره كاينه المدرسه اخلاق ديالها مزيانه تليفون راه كاع الدراري كيديروا التليفون كاع البنات كيديروا التليفون وقعت في ذاك الغلط انا بنتي نتحملها مهما يكون هزه فوق راسي ولكن هذه رساله لسيد بكي يبحث عنها دابا رسالتك الاخيره انا كنشكر المنبر بعدا اللي جا عندي مع تحياتي لصوت العداله اللي جات عندي واقسم بالله خوتي المغاربه اللي عنده وليداته يحضيهم راه ما بقاش الجوره هذه راه كتشوفني كنقلب على كنقلب على بنيتي كنقلب عليها كتطلع عليا من الشرجم وكتخرج واقفه مع الناس هذا راه مكرفس لي على بنتي تيدور وسط عباد الله قتل الميت وغادي تجلسوا دابا انا رساله وحده اللي كنوجهها للسيد داكي الله يجازيك وللسيد النبوي ومن هذا المنبر لسيدنا الله ينصرو لسيدنا الله ينصرو انا راه ما كنطلب لا قيمه
لا خبز لا دار، بيت واحد نعيش فيه. حقي شدوا لي هذا السيد هذا، حقي خذوا لي الكرامه، الكرامه ديالي والشرف ديالي شدوا لي من هذا السيد. راه ما كنعش، راه ما حد هو كيدور في الزنقه، راه ما كنجاتش، وما حدني كنتهدد من طرفه ديال الكرسي وجالس ليا في الباب، راه ما كدوش ليا. واش بغيتوني نيتم دوك الدراري ونخليهم عاد جالس بلا نعمه؟ ولي عندهم عليا صوابح. وزيد نزيدك السيد ذكي الله يجازيك، الدعاوي الكيدية ما كندير والو، كيحضروني عند البوليس، وانا عندي سمعة طيبة مع الناس الحمد لله في حي خير، كيديروا لي الدعاوي الكيدية، ضربتي هذا درتي هذا، وانا ما ضربت حتى واحد. شبكة شبكة، ولكن انا رسالة وحدة، هاد السيدة اللي قلت لك وكيلة جلالة الملك وقاضي التحقيق، وهاد السيدة كاتبة الضبط متقاعدة اللي عندها نفوذ قوي في هاد البلاد، راه صافي، إما غنكونوا مغنيين ولا غنكونوا ممثلين باش تاخذنا حقنا وتوصل رسالتنا كما وصلت رسالتهم البركه ورسالتنا باش ياخذوا الكريمات. حنا ما بغيناش، بغينا حقنا، نصبروا في حقنا، نصبروا في ماكلتنا، نصبروا في كل شيء. اسمحوا لي اخوتي المغاربه. اذا مشاهدين ومتتبعي القناه صوت العداله، احنا من هذا المنبر كنوعدوا هذا الاخ حسن وكنوعدوا المتتبعين اننا غنتابعوا هذه القضيه الى اخر المطاف، الى ان شاء الله حتى ياخذ حقه وحق وليداته وحق بنته. وتحياتي لكم والى اللقاء في موضوع ثاني، والسلام عليكم.